بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومجلس كي لبعد كنمدها مجالستي أن كنت علقينيني كتاب كي سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، وأسكلها عالم كي ويناء معلم كأها سالم ابن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى. حير شاخ بسم الله الرحمن الرحيم حليبا وحي مقدمها أين رميني إن شاء الله عاو وقدم بسؤاله وبلاوان حليبا لصور شكت. بسم الله اللهم اجعي الله الرحمن نحريس قد نحريسني الرحيم نحريس قانر نحريسني أيان كتابك كو بلابي أما كو ألفيا سيدي عادد مصنفين توقع هيد كتب تقرى أيا شيخ رحمة الله عليه وحوك بلابي بسم الله رجع بسم الله البسم الله وبسم الله أون نحت الوسمي القري عمال نحت قلب ساوة تقانا الحمد له الحوق له الهلال وكوكا بسم الله إن لغب الله ذا كتبتا وحيكو ديانا يان كو كتابك الله سبحانه وتعالى وقرآنك ومرك اللبادة وحكو عمل فلا يعني حديث علومنا قارك أي تحسينيين علومنا قارك أي تضعيفيان أو أرن كستي أو شأني إيو هول إيو محان رهاي أهمية له وبسم الله اللغو باللابنين شيغا واشي دوقو أن واشي أن رميسترنين علومنا وحيدين حتى حسي أهان إيا موقع أهان هدو رما يسترما معنى أهان ومات رما يسترما إيا وبركة ذا شيء اللي قادها مركة. بسم الله علماء السياسة أقول باللابان بسم الله الرحمن الرحيم مباحث فربضون بهلاده مباحث تذا كشيكين منه قيب ومستقى وحالك كشيكي صرفك قيب النحوها لك كشيكي إنك أحكام فقها مرينا قيب أحكام تكو سابسا باسمك أيين وكاها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم إن لو يرهدو مررك قاركود واجب أي نقطة مررك قاركود السنة أي نقطة مررك قاركود كراهة أي نقطة مررك قاركود حرام بين نقطة لكن إباحة من نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم وحي واجب نقطة صلاة مركد فاتحة آخر نيس. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتكت مذهب كينا وحصلاده كوجر تمالو لأن آية من الفاتحة آيات كتكت. بسم الله الرحمن الرحيم مربي حاران نقطها ورمي حاران نقطها أربي ليابا مربي حاران نقطها وحي حاران نقطها شيء استقب محرم لذاته أها مركي آت سمينيس إلهي كابت بادي إنا بسم الله كب اللوضي إهانا وحاران خمر وقفكي وعبيا بسم الله وير حاران وي قوغ الله فو سمينة بسم الله وير حاران وي قف مسلم وديليا بسم الله وير حاران وي إذا مركزنا حرام بين نقطة مرمرك قارك أن كراهة أي نقطة يو شيء سبب مكروه لذاتها وحياله مكروهات كاردن مركي قفك وسمين إنه بسم الله ده إذا كراهة أي نقطة صنع أي نقطة يو كتاب مركب بلابنا يسيء وأنت مركب عون يسيء يعني أصل وحي أولى هاي الندب هي أصل أولى هذا إذا حمل نقطة مسمى نقطة بسم الله إباحة من نقطة أحكام التكليفية الشنطة إباحة أيها تكريبي صواب كذا أقريبين قاعدة فقهية جرتو إلى هذا ما كان أصله الندب وحا أصل كيس سنية لا تعتريه الإباحة لهان إباحة كما إماتة أصل لهان مركا الشيخ أصل كيس بسم الله وحا سنة أصل وحا إني سنة هاي با أصل مركا إباحة كما إماتة. بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذا اسمي وحوحان احكام كلا لقاها الله كهد لمين حير الشيخ الحمد لله رب العالمين الحمد مهد لله اي باي اسقناتي الله رب العالمين انك اي عالمك ربك وضعها وبه ألك لي انبا نستعينك المويدي سنين على امور الدين ام على امور الدنيا الدنيا ذا ارمي هذا اي والدين وعلى امور الدين دينك ارميه سا صلى الله على النحر الزيادي أما وصلى الله على أمانه وسلمه النبت قلي على سيدنا سيد كني محمد محمد أها
خاتم النبيين نبياشا لغو ختمي خاتم النبيين نبياشا كي ختمي اها وآله آل كي سنة الله أن حريصه الله نبت قليه وسحبه أصحابتي سأجمعين إذي الكوت ولا حول كورورغيس معصيادة إيا شرك إيا حمان أنك كورورغيس إن إيا حيلت ولا قوة أود أن كرنا قاعدة إيا خيرك إيا وحوة ناكسن لنا نوم السقناني وإيا إلا بالله إلا بعون الله ألك المين تيسئ المويين اللي هي العلي سرية اللي هي العظيم إيوينه سيدي دابي وعلماء المصنفين توهي حكوح جسية حمد لله والحمد لله حمدي ونا يشكر علماء ويكهد لان ما لا أيضا الله كهد لان لكن هدي أنك لا تفريق إنه حمدي يشكر سقى أقوى علماء حي لهذان حمدي ونا مرمر بجذوين يهي شكر ونا مرمر بجذوين يهي بمعنى ما لنا وقح حيا واحد لا يقان العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي وحوي وإحنا شاربان كلنا هاي وإحنا أعضاء إلى الدهر وإحنا أنا كل الدهر خصوصيات بان لدينا خصوصيات بان لدينا وإحنا مشترك أنا ويجرا حمدك حن قضاء قف نمعكو سمي واتكو حمدين قف أن نمعكو سمينينا واتكو حمدين أما شكرك شكري وقفني معك وسميين بعد كل شكرين بس إذا لو بعد إن عمر كان في رنيا جذوين حمديا جذوين حقي الله حمديا يا آل هذا اللي هو حمديا أما اللي هو شكري عمر كان في رننا شكري هو قلبي هو النقطة اعتقاد وحن النقطة اللسان هو النقطة يعرفك جوارح ذا حبناها ويون شكري هو النقطة لكن وحبال اللي هو حمدي مركي الله ده حمدي هو حاويان باللسان فقط إن عمر كان في رننا يا جذوين شكري يا أبو ذوين إن شاعره وحيري الحمد بالثناء مطلقا بدا كان جزاء نعمة أو ابتداء والشكر ما كان جزاء للنعم فالحمد من ذا الوجه وحده أعم والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح والحمد باللسان لا غير وسم فالشكر من ذا الوجه وحده أعم قف ان شكر غنا ميل بو كبدن يحي اما لا دير يحي حمد غنا سيده كلمه ميل بو لا دير الحمد لله رب العالمين الله بك هدلان لكن كهدلمين رب العالمين عالمين ته ربي غودا هي برباري تربيه ربي سبحانه وتعالى اون كان او تربيين اي لبا او قيبسنتايو تربيه عامه اي تربيه خاصه اياك الجرت تربيه خاصه وعنايه غوني او قف مسلم كان ربي سبحانه وتعالى او الى لنا او تربيين تربينا أصل أهم حبل إذا هذا حالة إن لقاه رأى حالة كل لجوء رجيه إلى مش أوقف عن أتك جاده إذن قال كرب سبحانه وتعالى وتربينا لكن تربية عامة لأن التربية ذا حكم إذا قال كرب سبحانه وتعالى وتربينا إنه بأبو ري أهيسية إياكم إذا وبه نستعين على أمور الدنيا بشيخ يري رب سبحانه وتعالى بأن أرمها الدين ته يا أرمها الدنيا ذا أمان تود بكلمك ويدي سنين وبه إذا روح الله سهر مريه تقديم المعمول على عامله وحيدان حسر أي فائدة يا صادرتت با وحمرك تفسر سوحدري وبه إلهي أمبان أرجع أمبان علماء الصوماليات وحيفسر يعني أرجع حسرها أي ربان إني راديان نستعين أيان كلمة ويدي سنينا استعانة مركات كلمة ويدي سنينا لا ذا هاي قف كأت كلمة ويدي سنين سو بعد الجلي قفك ويدي سنة يسيت كدولة يسامعين أقوى تربتنا على قلي وتعاونوا على البر والتقوى أستعينوا بالله على كذا لكن أستعينوا على الله هذا إلهي بدولان كتاب لا يقول وبين أستعينوا على أمور الدنيا الدنيا أمور هذا إنه ربي سبحانه وتعالى كاحف ذي الشرك يفتنا ذي وحاصر دين تاذن ربي سبحانه وتعالى وكو إلالي ربي سبحانه وتعالى كلي أيان كلمة ويدي سنين صلى الله وسلم صلوا حويا لو ولو فسرا نحريس نولو فسرا اما نولو فسرا ربي سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مركي لو صلينيو علماء waxay weydiyeen نحريس النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وبي احس شيء نحريس لو ويدين maxay tahay xogo jawaabeen نحريس زائد صلى الله عليه وسلم نحريس زياده marka la yiraahdo marka tafsirayso
أما وأمان ونمد أبو العالية الرياحي في صحيح البخاري وكفر ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى ويان أرجع الصلاة أهان اللغة العربية أنت أنا الشرع أهان لو دين معاني فرب بدن بوله يو قد فسروا الصلاة بالبركة وبالقراءة وبالكنيسة وبالدعاء والقراءة وقد أتى الشواهد لكل واردي قد فسروا الصلاة بالبركة اللهم صل على آل أو على آل أبي أوفى النبي صلوات الله عليه وسلم عليه بركوي أما القراءة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وي أما الدعاء وصل عليهم وي أما الكنيسة وبيع وصلوات ومساجد وي شواهد بأوئي ما تبيري متكستنا شواهد أوكو الرمي ويان وصلى الله وسلم صلق إن أمان لغف السراء أيو ابن القيم رحمة الله عليه أيو آدي حجيشن يتمن وجن أوك يعني كتاب كيسة وكقري صلق نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه جلاء الأفام في الصلاة والسلام على خير الأنام مرك أمان أيو يري أمان بنا كف السراء جهده كان يحاكم إذا قوله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات هذا نحرس ورحمة نحرس عطف اللغة العربية وحكينا بدهن تغير كلا بدلنا وحيدين مركز صلوات إنا أمان هذا رحمة نحرس هذا أجهد كينيوي صلى الله وسلم على سيدنا محمد محمد أها خاتم أما خاتم لغض إريب وعادي هذا خاتم هذا ندي وفاعل بمعنى المفعول لغوضه اسم مفعوله النبي محمد بالغو ختمي أنبياء أه ذا خاتم هذانا السجع خاتمي ويان لبذا إنعبا وعاد وآل آل كيسة آلك وحويان مقامي أيوك للهي قرابته صلى الله عليه وسلم والي إلى هذا لكن هذا مركن دعاء أجوكته أمة الإجابة وي أمة الإجابة حلقة وضع كي تقيقها إيو كي عاسقها لأنك عاسقها أيا أغباه بدن إن له دعيه وصحبي أصحابتي أصحابتنا نبي حسرات الله ربي وسلامه عليه وأنتي لك ولنتي نبي محمد أو محل به جري أي رميين إسلام نمن أو كل أنتي من لقي لك الميويان أي قفكي أركمه وإلا هذا أركتي هذا تسحب هذا قارك يد بابحي أو محل به جري إن دل آية عبد الله بن مكتوم وكم يديه أرجع صحبي أها وجمع صاحب طبعاً جمعية فربضنا اللغة العربية وليه قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشادي كذا الصحابة بفتح الصادي لحلا جمع باللغة العربية كلها أجمعين إذا القد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وحاكس نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إنه يري كنز من كنوز الجنة وكيد كيدتك تشنذا كم يذهوي إذن قفك إنه كد ذا لا أيال ربا معنى هذا الإمام مسلم في شرحه على مسلم حكس أروريي إمام النووي حكس أروريي معاني فربضان كل ين ويري متقارب ويوم معنى هذا ويسوى ذا الدويين تي آن مرحيبان أقول له ولا حول حالة كوروريقيس معصي هذا ألا شرك إنا كحالة يستو أود أمله الشيخ إلهي إنه كوكا الميام ويين سيدوك لا ولا قوة طاعة هي خيرك هي علمك إنا برتئي إنا أستمرته أود أمليهد رب سبحانه وتعالى إن أو كوكا الميء وين معناها سنة وين أكثر وين كسعان هنا فصل وحشاق بالله أركان الإسلام هي أركان الإيمان هي معنى لا إله إلا الله إن كورم إنتو سنكور من أحكام الطهارة لأن الطهارة هي اللغة باهية قف مسلم أهل اللغة باهية قفكم محو إسلام كنا قن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنية أعمال الظاهرة إن لقيها له تي إسلام كاي تي باطن كاي ذو إيمان كاي إن لقيها له مركز عن طهارة كطل بيننا وان طهارة في محل دي جري براينا إذن حكمة وين بيكو جرتا حير فصل هذا كان يفاصل كي انتي هرية انت دنبا أيوك لفصلنا يا أركان الإسلام إسلام كتير ركيس وخمسة شنوي شهادة أن لا إله حق وحلو عابدي يا رب لو عابدي إله لو عابدي إنو سنجرين قرتان كذا وي إلا الله ألا أنموين وأن محمد النبي محمدنا إنو يهي إن لقروي يا رسول الله كو ربي صادري صلوات الله ربي وسلام عليه
وإقام الصلاة صلاة أوغيتان كيدوي وإيتاء الزكاة الزكاة بحنت يدوي وصوم رمضان رمضان صوم كي سوي وحج البيت بيت كحجتان كي سويان يقصد كي سلو قصد من قف وقصد استطاع أودي إليه بيت كي سبيلا من جهة ودو أودي هل كم حكوا رمي أركان الإسلام أركان الإسلام أركان الإيمان أحكام تيدا أركان الإيمان وعقيدة أركان الإسلام ركن وكوبات أو شهادة أن لا إله إلا الله وعقيدة عقيدة هذا أبانته وكان سيسك قيبت سيسك سوما كأنه كوين كسو عنا إنها شهادة أن لا إله إلا الله صيام معنى هذا صوت بحق لقو عابده إنو سنجرين إلا الله إلهي أنمويين وأن محمد رسول الله نبي محمد نكو ربي صدري إنو يهينات قرتوي وإقام الصلاة صلاة إنا أقمت صلاة وان برندونا وان أركدونا وإيتاء الزكاة زكاة بحتان كيدوي إن لبحيا وصوم رمضان رمضان إن لصوم وحج البيت بيت كحجتان كي سوي من بحج استطاع أودي إليه بيت كي سبيلا من جهة ود أودي أنت أنا كبحين أحكام تتن أركان الإسلام عربا إن العرابة وحج البيت وحج البيت من أنت بس عربا إن العرابة ألو فاتحية نحو ما آخرين يا الله قطورة ما اللي يجري إيش لا لا معضوف مرة البيت يمن برا البيت يمن من أشخ. يا من هي يا يا معرهم بدل ولله على الناس حج البيت من با بدلة كراد أشخ من محرم فاعل البيتنا فعلك أحسنت حجنا ومستر أحسنت ومصدر مضاف لمفعوله من وفعل حسنت جميل أركان الإسلام أي أنت للتنشيد بس أركان الإسلام هدو قفكو ركن كم إذا كتغو واتير تير الإسلام كم إذا هدو كتغو حكم كي سمحون نقن وارتمد والسكوة فخصية هيدي هدو كتغو إنو حرد الإسلام كو كبحي وها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحقو لك صلاة أسوق دجال صلاة قفك هدو كتغ وركني من أركان الإسلام وهي أسوق إسلام كما كبح من سكما بحيه وانكلا قاضينا إن شاء الله وأنا قارد أن أحكامته هذا هدي وقتغ جهودا وإنكارا ديد ما قيحا ورسالة تكو إلهي وما واجبين بتاعني وح واجب يتعين ماله كان أسوق حرادة إسلام كو كبح هدو لكن أدي دنيا أوزن تكنين وهسي عجزي تهاوني كسراني وغتغيو حاندينا كا علمدنا الشافعية ذا قال ماها ايه لهين حرد الإسلام كان كما بحين لكن واحبضا ما طعموه وحيد لهين مركي اللي تشوكو تيمونك هدي أدبيها يس يساقون وومن يهي مسيين يسيد اي قاقي ايو كواسا اسكسيين يسا هاتلنتو اساقو كوهاتو كلي والدين لها هاتلنتو جميل اما احكامتن كلاي ايتاء الزكاة يا صوم رمضان يا حج البيت من استطاع صدح ذن كلا أركانتها حرد الإسلام ككما بحي لهم قفكو هدول لكن ديد ملايين ماذا أيضا وركل فصل هذا كان فاصل أركان الإيمان إيمان كتير الكيس ستة لحوي أن تؤمن إن أترم يسوي بالله الله وملائكته ملائكته سي وكتبه كتبته سي ورسله رسله سي واليوم الآخر وباليوم الآخر معانك الدنب وبالقدر خدر كي إن أترم يسخير كي سخير كي وشر شر كي سي ومن الله إيب حق إنك آذان تعالى سري أركان الإيمان لحظم وي الإيمان بالله إلهي إيمانك لغاره وحويان
جوبيتان كيسة إيوه محل ليجر أسماء ديسة عبادة إنه كل إلهي أسماء الحسنى إنه إلهي وصفات العلا إنه إلهي ملائكتنا إن الرميص إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الرميص كوي اللقوش شاقي أعمال شاضة وكتبه كتبتا كويهين إن الرميص ورسوله رسوشيسا أيضا إن الرميص حي اللقوش شاقي مقعودية كوان لقوش شاقي لمن وباليوم الآخر معانك الدنبي يوم القيامة إن الرميص وبالقدر قدر كان إن الرميص خيري وشري من الله تعالى قدر كنا مسألات وين عقيدة مسائل شيء كوضع وقعد هذا كم ده ويقف كنا مركو فهمون إنه كهلوي وإلا وح السوشيال ميديا كسر على أيها كدع قدر كأها إن لو فتاة بلا صار وحبذا أكدع ضد الدين تأي رب حانه ما نفهمين دين تدم بما نفهمين أكدع هدي أركان الإيمان قفكو هل مد أو كم ده وكتر وقال لحظة وأسكو مدوي كأركان الإسلام لا بدمه فصل هذا كان فاصل ومعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا لا معبودوي من العابد مجرى بحق حقنا العابد في الوجود أو كم كي إفكسارا إلا الله ألأم المويين لا إله إلا الله معنى هذا وحوي من إفكا جوبا إفكا لحديثة جوبا أو العابد أو عبادة مطي حقنا كم مطي مجرى إلا الله لا إله إلا الله وحكاك ومنتا نفي إثبات لا إله ونفي وديد إلا الله نوا إثبات ويسويتان يأجنا شوية مركا إله يبدأ واجران تفوي وديبي بالعابدة يودك حبال العابدة يودد بالعابدة يوتمال العابدة وحكسال العابدة لكن كل هؤلاء يحلق عابدة على باطل بالو عابدة متحق لقو عابدة ورب سبحانه وتعالى كلي معناها صا ويان معنى لا إله إلا الله فصل هذا كان فاصل علامات البلوغ قانجارك علامة ديهيسو ثلاث صدحوي تمام خمس عشرة شن يطبن لما يستركو دوي سنة أو من سنة سنة في الذكر قفك لبك أيوت لما يسترنتو يو الأنثى وفي الأنثى قفك لدقها أيوت لما يسترنتو والاحتلام وي قفكي ان الرياضه لغنا ود قفكي ان بيه شهوده كيمادان ايمنيدها احتلامك او في الذكر ذكر دحدي كسغناده يا والانثى انثى دحدي احتلامك او عدد هذن واد اودا في الذكر حال او كسغنادين واد اودا لان شبه الجمله مركو دو دعه شيء معرف بالجنسيه ونكره حال ومعرفه غير محضه وحكدن بي الحال والصفه باكبنا لتسع سنين سجال سنة أي كإحتلامه والحيد حيدك ويا حيدك أو في الأنثى أما في الأنثى لحيس حال وكسر نادي لتسع سنين سجال سنة وكحيد هل كان أي نكب الله بين فقهي يكتاب الطهارة وحكب الله بشيخ رحمة الله عليه علامات البلوغ قفك قانجارك على مديس قفك قانجارك مركو دويهي مركو رجي هاي في عربي وحلوي هذا المراهق حين يجوزيس باس وما لدو هيدهان علوم مركو قف دمرها ويهينا ايقان قارو ودو يهينا المعصر او صادها ايالي هذا اللغة عربية صمالي محلو ده الله اعلم اذا قفك مراهق معصر كها قفكم حقوقا قارا اسالهان سؤال بيسوي دين كرتان لماذا أوجب اللعبي قانجارك؟ سؤال الجواب تدو حويان هدا أحكام تفقها قف كل وجدين يوحويان قف بالغة ويحد التكليف قاريوي إذا وقفك إنه برتوي أحكام علامات البلوغ وإنه برت شيخنا الصدح أيو إنه الشيء قفك مركو قانجار يمركو سن قانجارين وكل دويني مركو قانجارين لبق قلم أيا سارة midweeyey qofka haduu wax fiican uu sameeyo soo qaan gaadin waa loo qori waa mid kale ah haduu wax itlaafiyana waa laga leebeynaa waa laga qaadaya tawabid laakin haddu takleef haduu gaaro labadii waxa ugu darman qalamkii ciqaabta ayaa ugu darmano shay haduu sameeyo in loo ciqaabo
إذن علامات البلوغ إن لبرتو وشيء مهم جدا أهوي. علامات البلوغ قفك هدو قان جارو حيال بدن بكو أجيب هدو سن قان جارين سؤال بلغي أين يسوي ديس أيضا قفك مركو تدب السنة جري هاي سلاة دهال أمرال ليدي طبعا سنة مركو جارنا علو قراع سيد الحديثي سؤال شيء يسوي ديم حاويان مر هدو سن بقان جاري لماذا لو قراع يان تحاويان قفك أمرك وكل عيه ما أصدق أن يسوى ولي ولي وكل عيه ولي ونوانين قان جاره إذن إساقه حول ما أمره. علامات البلوغ شيخ وحوي رواية ثلاثة وصدح تكوباد حكا لي رحمة الله عليه قفك شن إيطان سنة إني يقول لما يسترمته عندما إن شن إيطان سنة إني يقول لما يسترمته رق يدمر بويكا لحيسان شن إيطان سنة قفك هدو وقاره وحويان وقان قاره هذه اللفة ربنا بان جرتا نعم صلى الله عليه وسلم عليه حديثك صحيح عبد الله بن عمر يا وحالير والله صوبا لقى يوم أحد سوى أفريد من جرأة دقال كان موسى أفسح سنة كدن بقى أيو سوى شنية من جرأة أيو دقال كير وانقليا وانا الله أفسح قان قار نمي كنت السنة إسا لكن مذاهب تكوك لدوان إنكو مذاهب مشيقين ومذاهب كينو بانكو تقيدين مذاهب حاجرتا سديد تون سنة وليا بنتين قالت سديد تون سنة لا مذاهب أجرت حنفية ذاك لو حيلين ويلكوا سديد تون قبلنا تضوية تون ولكذا كل سديد تون بيقوان إذن قوانين تي رولك إليه مذهب كون بلغسوا من قورية وحيقوا ابتكارين وقوم يلا فربضان قفك فرنسا فيريا وحال ليه جري تستور كذي وضعي وحي دجيستي إذلك مذهب كمالك قاوي أنا فحيقوا ميسين جرين دول كان حال ليه جري مذهب كمالكي ذا هستا الشمال شمال إفريقيا أم كويا على غرب إفريقيا إلى الآن لا يسيق ميسين يا جميل شان يتوان سنة مركة لما يستران توي سؤال بقى سويدي اسمه حاجرة مقادير ليرة هذا التقريبي هي تحديدية تقريبي هي تحديدية وحلاك لو ذا تحديدية وحوي وحصر قعن انت وي شان هي تمن سنة هبين كما يرى هبين مطاف سي سنة تقريبي وحويان لا هبين شان هبين يعفر اني طافتي اني حقن كياراتي يتسامح فيه واسك ديار تن وتحديدي التقريبي مؤه شان هي تمن سنة يا كفي عن هذا ما تقانا dadka magaalada lagu dhalay isbitaalaha lagu dhalay dadkii laakiin sida anaga kala baadiyaha lagu dhalay waxa laga dhowrayn xaga inay kula dhaafto ama xaga inay kula dhaafto marka waxa fiican qofka waalidka aha in uu calaamadeeyo oo uu qoro sida loo qoro hadda maalinka uu qaan gaaray taa macnaheedu waxa ka dhigantay hooyadii haduu ka soo baxay markay duhurkii 7 saac ama kooga loo yaqaan dadku way kala duwayeen waaye 7 waa qaan aanu 7 saac markay ahayd duhurkii la galay 7 saac oo shab ah markay ahayd ayuu ay hooyadii ay dhashay qofkan raga ama dumarka wala tiri waxa la tirinayana waxa weeyaan sanadka hijriga ee horta miilaadi kuma jiro sanadka hijrigaana u soo noqo shamsi iyo qamari uu leeyahay qamariga midka la tirinayo weeyaan way sheegan culimada 304 maalin iyo 8 saacadood iyo 48 daqiiqo weeyay dhahayn intaas uu ka kooban yahay marka intaas oo la tiriyay oo 15 sano gaadhay mar alaala markay 15 sano gaadho qofka xadid takleef ayaa fuulaya hadii uu san day wax kale ku baaluqin baan ka hadlaya xadid takleef ayaa fuulaya oo baaliq buu noqonayaa culimadu waxay isweydiyaan ka waran asoo salaad ku dhex jira dadka iska tukadaan maasha Allah way iska hanuunsan yihiin asoo salaadii ku dhex jira ayaa daqiiqadu ka soo baxay hooyadii waxay ku aaday asoo 2 ragcado soo tukaday labada ragcadood dambana waajib weeye labadii horena sunna ay noqon salaadii ma soo bilowaan dhahayna insha Allah zubadkeena ugu tagi doona caadi weeye salaadiisii way u jirtaa dhamaystirta oo billaah tawfiiq casarkan haysi tukado wa darb fil ashri wa fiha in balagh ajzat wa lam tu'ad idha minha faragh soo ku dhex jira haduu baaloqo salaadiisii way guday kuna soo cirin mahay waa diyaar weeye idan tahdidi weeye tamamu 15 sanatan fi dhakari wal untha intaas ayay nooga baxayna wal ihtilam fi dhakari wal untha li 9 sinin ihtilamku wa bihi shahwada manida wi ihtilam waxaa looga cabira inta badan waxay ku yimaadaan riya sadartad ba ihtilam looga cabira wa illa manidi ba hada laga wada dhakarka iyo unthana way ka dhaxaysa 9 sano ayaa ayadana inuu qofku
كبية دولية أي تهي وحي كهر يميا وعلا إيقافك حنون إيجرها يسوي سيال سنة مركو قارنا قلم كي قلم التكليف كها أيها فوليا. إذن الاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين الاحتلام حين دهينا بياشا قفك بنادم كاكسوا بحوي كلا دوني صدحني وي ومني يا مذي يا ودي صفتنا وي كوكلا قدسين احكامتنا وي كوكلا قدسين وحكرت مينا وي كوكلا قدسين صفتنا وي كوكلا قدسين وصابحيان كو تدفق يا شهواء يا كصابحيان وين علوسيين ومني كوانا وبيه اسكا عدويانو شهوذ مركي كعضا اي يمادان تدفقنا مرة عصانا ومذيقه لحدلالا ليره هذا صمالي انتان كقرناي الوديون وحاويان وبيه صابحة علو علو اهويان او محالي جري صاب يعلكو يمادا قارعان حلق قبوغ اما قفكو مركو شاي علوس حنبارا اما كاذا قداش هذا المين وحبوكو يمادا مركا الصفات اهم ويوكل قدسين أحكام آن ويوكل قدسين ينو منذ وطاهر الله ودن كلنا ونجاسوي وحكرة تم ينو ويوكل قدسين ينو منذ قبيس أي واجب سا لكن كون كلا قبيس مواجبيان ماشي أي كاقادين واد اسكا طاهرة يسايو واد اسكا نظيفين واد اسكا لقيسا محال دي جري وان كوي سيسانيسا إذن من حيث الصفة ومن حيث الحكم ومن حيث ما يترتب صدح ويوكل دوين مدة قان قارك يحد التكليف كيني سواحا ويان ومنيذي ويهي كوان كالوح لسعودة مجره سؤال با سويديس مدن ايادنا اه مع تقريبي با مستوى تحديدي حقه سيال سنة سمينا لهم سيال كسنة ما تقريبي با مستوى تحديدي علماء ذنو اسكو خلافين رقي حالي ان سويت تريني قار اهان تنقيح الثاني رقي اسكالها ياك حسو استوحون تنقيح الثاني واحد اثنين التنقيح الثاني أما مرحلة الخامسة أما الطور الخامس واحد اثنين يا ابن الرفع لا شيخ اسلام زكريا الأنساري واحد يا كحس التنقيح الثاني يا شيخ الرمل صحيح يا كلا كرة من حجر الهيتم يا خطيب الشربين وعن شاقني سماهن رقيبا ماشان سكو قلي وحيليهين سيال كسنو خطيب الشربيني يا باجوري والله وضا قرمان أمرين بعد كالرادي ويدان أفرت بعض فقه شافعيه لقى الرادي إن شاء الله ونقارد وانا أبو شجاعة شرح حيث قاسمي حاشيه ذا سارنوي إبراهيم الباجوري إبراهيم الباجوري يا خطيب الشربيني وحيليهين وتحديد سيال سنو لذهب إن هدى كي يرتعي وبيه أي كي مادان وحاس واعلك لي أمرت كيني ويان سيال سنو شب وين نقط شيخ سلام زكريا الأنساري ابن حجر الهيتمي وحيلين ما هو تقريبي وتقريبي وهذه تقريبي لله يعني مني أنت أفر قول بالسوء خلاف سنة وما قال سامحي مني إنا يصاب حدا أي قول وقدر يري يعني أما هل يوم أما اللهم مارن أما وحلي هذا أقل الحيد يطهري وح أن أواسع نقنكرين واللحي تومن بري وح كيروي إن شاء الله نجارد هنا سيم معتمد كأنا كادم بقى إذن والتقريبي يدهن شيخ سلام زكريا الأنساري ابن حجر الهيتمي يا صاهري رملي صامو رملي حيرو عن كالقاذي قبضة صامو سيالك سنوات تقريبي والله ما لن يصدح ما لن يأفر ما لن هديك وكي ماذا بيه شهوذ عادي حج التكليف يقعد رقى صامو ويتحديدي سيال سنة شبو أين النقط إذن ساسلوك لتقي تنأها الاحتلام أهنا مرك احتلامك أم هردها كوي ماتو أم سوجدها كوي ماتو احتلام أنت بدل ما يروح كوي ماتو بقرق لقعبري أم سوجدها كوي ماتو أم هردها كوي ماتو أم حارانها كوي ماتو أم حلالها كوي ماتو حاران قف كي يبي قعنت إسكاكيني أم يقول لا بسمية حلالها كوي ماتو سكالها كوي ماتو وكوكا هل سؤال بجرت سؤال جرت وحويان علمنا وحدهن هدي بيه شهوذا أي إيمان ربين markay iman reebeyna ayagoo soo boodbooday oo xubinkiisa taranka dab u siiyo kadibna sida ay ku noqdaan maqaan gaaraya mise maqaan gaarayo calaamatul buluug ma lagu tirin mise lagu ma tirinayo
culimadan way isku khilaafeen. Khilaafkan soo gurinina intabi hu shaafi hanafi maliki hanabila shaqul kumeelina dawo waxaan aqrinayna waa madhab waa rageeni aan xalay soo tirinay soomaa ibn hajar al-haytami xulay rahmatullahi alayhi wax lagu tirinay calaamo ma aha mar haday sanba banaanka imaan khuruuj baan rabaa wiir banaanka inay imaadaan al-imam ar-ramli xulay mar haday meesha soo gaareen waa la tirinaya waa la xisaabinaya calaamatu al-buluugh ay noqonaysa taawa كي لباده أها الاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين هذا بي الحيض في الأنثى لتسع سنين تن دمرك أي جوني كتاه مشترك ما هو مختص دمرك سجال سنة مرك الجيران به عاد هد به محل له جراحات كهد محل له ليجي هديك وكي ماذا قفكاس وقان جاري وقان جار أيالو ترين يا dumarka dhiiga ka soo bax oo sadex iyaguna min haythu al-huk sifatu wa min haythu al-hukm wa min haythu ma yatarattab baynu sheegina dumarka waxa ka soo bax hayd waxa ka soo bax nifas waxa ka soo bax dam la ilaahay dam al-istihaba tilmaan aan way ku kala duwan yihiin oo he haydku waa wax rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray ala banati bani aadam uu ku abuuray weeyaan sahi iyo caafimaadna oga soo baxa xilli gooni iyo awqaad gooni ahna oga soo baxay tilmaamihiisu wakaas tilmaamo kale uu leeyahay waan gaari doonaa amma nifaasku xilliga uu yimaado waxa weeyaan bacda aw aqib alwilada dalmada kadib ayuu yimaadaa dumarka waxa ku badan insha Allah waxaad markan gaarnaan sheegi doonaa markii ay fool tahay waxba yimaada dhowr maalin laba maalin baa laga yaa waxa inuu socdo حلقة إنه كتريس دم النفاس إنه كتريس وليس دم النفاس دم النفاس وحي ماذا للماذا كذب وحي ماذا حلقة الله صلاة صدح صلاة إنه كتكتو كدمنا أي سيدا كأم الرعض آخرنا كلية تقال قصدها يا لقيا إذن أحكامت إن لبرتوي دم كان دم النفاس بالي لهذا حكى الدم كدم استحاضة استحاضة جريء عذر أيها كينا حدد بافرمو ورساس وكي ماذا تاوى من حيث تلمان أهان iyo mar goorta ay soo baxaan iyo xilliga iyo waku ka xukun ahaan sooma dhamaantood dimaad waa wada najaaso min haythu ma yatarattab sooma haydka iyo nifaaska 10 shay baa loo diidi doonaa matniga safiinaha inuu ku mari doona ama istixaadada way ka duwan tahay kuwa loo ma diiday ahkaam gooni ah ayay ayaduna waxa ka ratimaya ayay yeelan doonta والحيض في الأنثى لتسع سنين سجال سنة إني كوقان جاري دليل الاستقراء ويجي استقراء إمام الشافعي بقى وحق قال نقضى وح بدن باري وح بدن استقراء وتتبع حال ده مقالة من النيروبي أنت سوق محل يجري وح بدن أدوي ديسو أنت صو سنة أنا أكو قالته عاد أرين ربط إنا سفي عن أسل جاري سي أي ديو كلا أنت نقطة kadibna aad meel saarto masaladii ayaa waxa la yiraahdaa istiqraa wa tatabbuu baan ku gaaray qofka sheeganayna waa qof caalim ah innaku istiqraa wa tatabbuu baan ku gaaray aa innaku malihiin imaam shafi'i wuxuu leeyahay istiqraa wa tatabbuu sidaas aan ku gaaray waxa la arkay gabad 21 da'deed intay tahay jaddan noqoto ayay ay noqotay su'aashu meesh ku jirtaa waxa way ma taqriibi ba misawa tahdidi ayadana waxaan dhahaynaa yaani sagaalka sanaan ka waramaya waa taqriibi tahdidi ma aha waa taqriibi tahdidi ma aha waxa loo dhaafaya hayd iyo maxaal dhihi jiray dhuhri intooda ugu yar wax u waasac noqon kara wax ka yar hayd maxaa ugu yar yoom waleela dhuhri maxaa ugu yar 15 isku dar meen qabri weeye 16 beri lixitoon beri wax ka yar sagaalkii sana iyadoon gaarin haday gabadhii dhiigi ku yimaada damaxayd baan ku tirinay tusaale ahaan shan habeen ah sagaal habeen sagaalkii sana oga dhiman toban habeen ah oga dhiman afar iyo toban ba oga dhiman hayd wey laakiin labatan beri haday oga dhiman tahay hayd ma aha sababtoo ah waxaan dhahaynaa way dhaaftay meeshii 16kii arimni idan waxa weeyaan taqriibi ah tahdiidi ma aha intaana calaamatu albuluugh aynu dhaafin caanada ama timaha hoos ka soo baxa ma lagu qaangaaraa mise laguma qaangaaro timaha hoos ka soo baxa qofka muslimka aha kuma qaangaaro
قال كنوا كوكان كارا قعد كينن هيوه عبينن قفك مسلم كوكما كان كارو وحالك يا با وحيالة بدان أقول لك علني أحكام فرب بدان أقول لك علني حول اللود دي بلا وح فرب بدان إنه أسلوني وحوله هنصاد عضو السكين أنتو قاتو أسك صار الكل هلا جيتي كم كان جاري قفك قال كعصامة قال أنا قفك مسلمين تكون رحنا له قال كا أي ذنبي أي جزية دي جبرة ده لقي قاضيو تي إنه أسك صار قفك ير جزية لقى مقاضي كوين بلقى قاضي صامة أنتو السكين قاتو أنت بدان أسك ما صار يو صامة أنا حوليس إلى عشان يا كنا حولوك أردية علماء الإنساني أكل الدوين رحمة الله عليهم جميعا أنت هناك بحن علامات البلوغ نهود الثدي أما وحلي جودي هنا الناس صابح صو مقو كان قاري مسكو ما كان قاري صو كم كان قاري صو إن شاء الله وحن أقول تجد أنها حواشي فربضني كنت فربضني علماء كذا علامة مؤه صوت وحلي يا دين مرك كان قاري صو شن سنة كاري إنه كصابح قار هان حلي اللي شو كسي درت بس ما وكوكا إذا مكو كان قاري صو سواء أنت هنا علامات البلوغ كبحن جودي مكو كان قاري صو أور أوركو علامة البلوغ ما إيه علامة الإمناوي يعني إنه يبيده لسه علامة أتاي مرة دي بيده لسه إنه دويقان قاردي إذن وحي كلا حانا يعني علماء إنه يكون هو علامة البلوغ لا علامة البلوغ ما إيه وحي علامة أتاي علامة البلوغ وهي علامة أسيطاي إذن ويكون قاردي ويشي كذا وركو كوما إنتين علامات البلوغ كبحن خوفك عود كيسوين هذا ننك الرقع ويكون قاردي ثقل الصوت مو إنه ده تذكر قارك ايوه هنا عود يريين بي لكن ده قارك انه عود كوساك بعاه ايادنا وحكو قانقاري وحكو قانقاري ماله انتاس اينا اقبحنا علامات البلوغ شيخ حير فصل هذا كان فاصل شروط اجزاء الحجر ان شاء الله سديدا اينا نرمينا حجرك يردقح قذي تانكيس شروط اذو ثمانية سديد وي انتينا باللابين شروط اجزاء الحجر انتينا باللابين ايوه احنا كشاكيننا طهارة لان كتاب الطهارة انت شيخ كبلاوية استنجو كبلاوية مارك ارر يهرطا عينو اصمينو طهارة علمو وحاويان رفع حدث رفع حدث وازالة خبث اي ده هذان طهارة حدث الاسككر ياليو خبث او نجاسوه للزولية ايوه حالي ده طهارة طهارة وحيلة هاي مقاصد وحيلة هاي وسائل وحيلة هاي وسائل الوسائل وسائل الوسائل ميل بنكو قاري دون هذا مش شيء لكن وسائل شيء مقاصد هن شيء وح كسر أفكار كسر بحين إيه هين دم بقول السويدي محاول جاب عشر إن على آخر استاج هبلو هادين تنكو ديبتئون إيه كان وح كلام جرس ما ويا هاي مقاصد الطهارة محاوي طهارة المقاصد هذه يال كذي وح لقليه محاوي مقاصد الطهارة وأفر والوضوء والغسل والتيمم إزالة النجاس أفر تاوي وعلى قبن وعلى حفظ حوي الوضوء والغسل والتيمم إزالة النجاس حال أركض أنتان كتاب الطهارة إنه أنت أكو دبر رمان دونه كتب قصتهم أخرنا إنه إلا مناجك إنه أنت أكو دبر رمان دونه ياد أركض أنتان إذن مقاصد الطهارة وي مقاصد محنكو قاري وسائش محيين وصائشنا وأفر بريو حكوا ديدا هبلايا أفر هالشيك هبلايا أفر هالشيك هذا ما يقصد دحبان صامر هي أي شيء كره يا علامات البلوغ وما كان دهنا صدق ديجوا وما كان دهنا صدق بيها بناء كصاب وما كان دهنا صدق ثلاثة أثلاث بين صامر رسامة صدق لي بين صامر رسامة هي أفر لي بان هذا بلونه ما قافر لي بان صار شيكنا تن مقاصدها صامة تكلا قفصه وصائشنا وأفر كو الماء لبو التراب صدح الحجر أفر الدباغ أفر تاني وحالي هذا وسائل الطهارة لي هذا سؤال شو يوحوي تاني إذن كان يويدين الماء ووسيلة يو وسيلة وين فكر أفرتي مقصدك آت أفرتي مقاصد آت الوضوء كو والغسل زالت النجاسة تيمم من غنكرة أيوة أيوة يلا ما حكوا حاجة الماء ما حكوا حاجة التراب تراب ينقنكرة التيمم
وحكلا نقول كريه أي شيء كره إزالة النجاس كيف إزالة النجاس صحوي لكن كيف ضفار كسمة أي أحسنت خير الله كسي إزالة النجاسة المغلظة ويان مرك أنت أسرع إزالة النجاسة وطن موه أنت نجاس ماشان كاغتوشو يعطيه عران سواء قادم وانكو ترتري لا 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 إزالة النجاسة المغلظة ويان هاي واي سؤال شكلة الحجر وهو وصيلة وصيلة ليه إزالة النجاس وضوم من نغنكرة هاي واي الدباغ وهو وصيلة وصيلة إيش وصيلة إيش ومقدين مقدين دباغ إن شاء الله نقارد دونها إزالة النجاسة واحد كلام نغنكرة يا هاي واي إزالة النجاسة صابتها هرقبة النجاسة كغزولي نيسا صامو وكوكا أحسنتم أفرتانا وإن القبطة سيد الله استعمالينا وإن القبطة إن شاء الله وسائل وسائل أن يدي اجتهادك إن شاء الله وانقاري دورنا انت أنا شروط إجزاء الحجر باللابين استنجه أي نكاه لنا استنجو حولهي أركان تعريفنا وليهي لغة واصطلاحا بين أشيغنا حكم بين أشيغنا سفي عنها لا قبطة استنجو تعريفتي سو لغهان القطع جينوي اصطلاحا باين ومهمة وحال هذا إزالة الخارج النجس الملوث من أحد السبيلين عنه بماء أو حجر تعريفته على حفظ وأنا لفهم إزالة الخارج النجس الملوث من أحد السبيلين عنه بماء أو حجر وحال هذا خارج صوبحا إن ماشى لقى بحيو لقى ترتيرو لقى زوليو خارجو دنبا خارجو دنوي أما بول ها هذا أما غايد ها هذا أما دم ها هذا أما شيء كلا أدرير ها هذا وحدوني بها هذا خارج كوا خارج كي تلمامو ليه النجس أو نجاسة كان النجس كلها وحصل وحاماشا كبحيو احتراز كالنقونا خارج أو طاهر أها مثلا دحري واقف كي كسب بحي دويدي سكسب بحي وكلا أما وحاء كسب بحي قرورح أما رجح بحي كسب بحي إنجيجن أيها كسب بحي هي إزالة الخارج النجس الملوث أو وح وسخين يا وحلين يا تلوث سمين يا هدو غير ملوث يهيو ما يشكى بحي سيدا قف كي وحاء كسب بحي سالة وكلا سالة ما لقرا نفس مارجا هيو سالة وكلا أيها كسب بحي إنجيجن ولي بنا وحب ملوث ما هدهنا ضيح إن جنبا كصباح غير ملوث وهي أصلا شيء ملوث أهواء إنه صباح حقيقة صباح مالك استع أفكار دوك صباح حقا لا لا من أحد السبيلين الله وضع وضم الضاد علم هذا إنه استعمالك يرجع استعمال يعني كنا يا كجرت الله وضع والدبل يرهر يا جدال بلا جوا لكن هذا بره بمشاه محل الله صفر سواح كستول كل شيء زما الله المستعان ولا زولين يا محل جزولين بماء أو حجر أما بيا أما حجر أي الجزولين يا هي بيا هو بينه من ضعناه وينه برد ضعناه يا طاهر يا نجاسة يا قليل يا كثير ها بل لقح إيجا ورهن لقح ندل استعينا لقح لقح أتقاني ما هو باب الاستنجاء مركي اللي تشوجي لقتها غفر تيش كا لقح نقن وحك استع لقح نقن إذا لقح باب الاستنجاء يا لقح باب الرجم مركي اللي تشوجي كاف يا كلا ديروي باب الاستنجاء لقح إنه كهلا لأنه أفر شيء وح لقح لو عور لقح لقح بقى له يقانا فقاد لقح بقى يقانا كو وينه طاهر يعني أفر شيء من شيء وأفر ليذي بتكون درب مثل سعنا بريا أفر أفر لي أهم بالقولي والقويدين كو وينه طاهر يعني شيء كان الله وينه جاء إنجيني يعني جامد صدح وينه قالع يعني بمعنى وينه نجاسة دي فتشنا يوم أفر غير محترم من الاحترام نسيا كتاب كاسفينا وكل نجاسة مسكك ترتيرك رتاع خالد ويا شيخ كتب العلم اللي مسكك من ترتيرك عرا هاي وياي مثلا سعنا أفر تعش يوحي اللجهلة أيالي هذا حجر باب الاستنجاء
تيش كم لغو استجين سان كران ها أفرت شبدون كفيري إيكاد إيكاد كل قفك تيش ملغو استجين إيكاد شكن أنا يرمر نيا أفرت يحب تيش كان مركي معركة ديارة ده هلا فولا لغو سيء قيان معركة لغو استجين سان كران مايا صوت جايبينه كان إلما هيرك يو حلام ملغو استجين سان كران مايا أي شكن مري شروي واحد وان هلا اثنين ثلاثة أربعة لغو استجين سان كران كان لغو استجين سان كران يعني ميل بعد كده دولة سان إسك هذا لما تيد إسك هذا لا يا أحكام تكون ليهنا يوم تيد قواعد بعد هاي ستة أو كل تطبيقنا يسا إذن كاسة وحالي هذا حجر شرعي شروط بنا إن شاء الله إنه يهلن دانا حجر حجركو أما استنجوا عن أصل النقد بما إن أو حجر بعتين استاجسه هدي عن أصل النقد إنه ما أنت إنه كبحين أنت إنه كبحين شروط أن أفرتها جامد مركل لو كي قيناب بحي سما طاهر مركل لهنا كي نجاسد بحي سما قالع مركل لهنا كي ان فوجينين سدا قرورات او كلا يا سو قاتو ان كو استجيسن بعدا وي كو قسي ان كو وريرينو سما هي غير محترمنا كتبتنا ان شيغنا اي كو كلا ايا بحي استنجو اركان بوليه تعريف ما نو شيغنا هذا سما استنجو اركان بوليه مستنجي وامت مستنجى به نوامد المستنجى فينا وامد كلا المستنجي وحاويان قفك ايش استنجي سنيوي المستنجى منه باجر مركو عفران كدغينا المستنجي والمستنجى منه والمستنجى فيه والمستنجى به افرلي دي بعد كدري وان كويدين هذا هي واي المستنجي ده وقف كصامة المستنجى منه وبيحكي كيستنجى سواء صحراء دي كذي يوحاسوي المستنجى فيه ومكان كي يمشوي المستنجى بهنا ده وبيحكي كيستنجى سين تأمي بيا ما رجح نقاري أفرت أنا هي وأركان توي وحكي حجة حكم الاستنجاء إن الاستنجى سواء حرام با مكراها مصنع مواجبة وحن رأينا أيضاً أحكام التكليف أياكو دوريريس أحكام التكليف ولا يقنا سواما أحكام لدي أحكام التكليف تيشانتاي إلا استجنستو مربي حاران نقن سيدي واحد لغو استنجيسانيو شيء لغو استنجيسانيو هدو يهي شيء نجاسة أو ملوث أو كواسخيني أو كسيمر مرني إن أدمركا كو استنجيستو حالة دا كو استنجيستو شيء حاران وي إنه استنجيسته مرمر بي سنة نقن يعني وحان كورما إن أحكامته وحي كل عيسى وحاك استنجيسنيس إيا وحاك استنجيسنيس مرمر بي سنة نقطايا شيء جامد أها هدي أدك استنجيسنيس سيكال عنو لغا عن كل نقطة هالمر هايوي أحكام التكليفية الخمسة شنبا كدريريس وحان داينا مر واجبين نقطة إنه استنجيسته استنجاها اسكالا ايه شيء اسكاماله شيء نجاسها او ملوثها او احد السبيلين كصابحي انها كي استنجيستيش استنجو مركا واجبون نقن ساما امدكو بات مرة صنون نقنه شيء جامد اها او غير ملوثها هدي او صابحو انها استنجيستا صنون نقوان اسكدين كرتاوي استنجو مركا راهون نقضايا علم ذو حيد ان كستو مرني اسمان داف مذهب كين وكجر قفكي انت دبايل كصابحدا اما نيف اي كصابحدا انو دو تنبان كي استجيسنيا كراهه وي دهن علم علمنا ما ندين لكن كراهه وي القول المعتمد كصو مر مره اباحه نقطايا قفكي انتو ديديدو كدبنا اوس دوشو وخبا كو غاراي وخبا هلاباي او دو وا اسكا بنانت انو استجيستو مر مره وحي نقطا حرام بين نقطايا wuxuu ku istijeesanaya hadii uu yahay shay xurmale sida kutub ahli ilmi ama taam ama shay kale ama uu ku istijeesanaya shay uu soo dhacay ama shay uu maxaa dhig jiray xog uu ku soo qaatay biya ama dhagax marka waxa noqonaysa xaraan marka al ahkam shanti weey hadii najis mulawith ah uu soo baxo ina istijeesato waa waajib haduu shay gaar mulawith ah uu soo baxana ina istijeesato waa sunno هذين في صباح ذا إنا استجيست وكراه هدي بديد إيه واحد درينته إنا استجيست واسكبرنانته هاي هدي كتب أهل العلم أما شيء عصار عليه كوا استجيستنا حكم كان إنك استأقنا قنا يا شيء كوا استجيسنس
وحرام بيدهن مركا استجدة نقانيسا. إذا أحكام تأيي أكو دريريس استجاه بينا والجو استجيسن كرا لقى إحنا والجو استجيسن كرا وأنا لا إسراعين كرا صدح مرتبة يدون الله هذا ذاتك وحيوم ولا نيان قاركود إن ولم يدي لقى حمرك الجو استجيسن يتيمونك أو كلا تانا صح مؤه تيمونك ومركي أدبي ويدوي لقى حصامه بيو هلكن يالا نيروبي جوكتاي قبوي أنت هتكبر قضي أنا تيش كميشة صار لقته كو استجيسته بعد حكومة حلم شروط دانو ما ترين دانا سدد شردي أم بانفيرين دانا شيء جن إنه كلن صلي إذن أنا بيه لقحي إسراع عيسى أما شيء لقح حوان قناة صم لقح حوال فهمية أنا بيه لقحي إسراع عيسى أفضل بدن لماذا لقح أنا أده الرئيسي سو أما شيء جن لقح أنا قلنا قانا صوت الشيء جاوي حوز زولين يا ماشة عينتي وماشة كقالي لكن أثر كما قالي أثر كهذا ربتينا زوليسو بي آيات راعينا يسا لأن اللبضي بإنا ماشة كتكام بقى أو فضلي بدن اللبضا بإنا كو حسيلي بحاكو حيقة بيها حق فضلي وقتي لا شيء وحكى هذا وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.